بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد عيد العبادي. نتحدث حقيقة عن الأردن، عن تاريخه وعن علاقته بالديانات التوحيدية التي مرت من زمن الأنبياء الكرام وزمن الإسلام إلى يومنا هذا. نتحدث هنا عن جانب مهم جدا، وهي الثمودية والسامية. السامية نعرف أنه هو مصطلح يعني سيمتزم، اللي هو اللغة الإنجليزية سيمتزم، يعطى لمعاداة اليهود كمجموعة عرقية ودينية، والمعنى الحرفي أو الحرفي أو اللغوي للعبارة هو ضد السامية، أي ضد اليهود. أما الثمودية فهي تعني قوم ثمود، وهم عرب وهم أردنيون، وكانوا في شمال جزيرة العرب، يعني بمعنى آخر من تحوم الربع الخالي، من تحوم الربع شمال الربع الخالي، تشمل الأردن قاطبة ووادي الأردن، وتشمل شمال الأردن إلى منطقة طبرية. يعني بالنسبة للسامية، هو مصطلح استخدم لأول مرة، استخدمه الباحث الألماني فيلهم مار لوصف موجة العداء لليهود في أوروبا الوسطى في أواسط القرن التاسع عشر. بعدين تم تعميم المصطلح المركب معاداة السامية في ألمانيا عام 1879 ميلادي كمصطلح علمي للدراسات والبحوث الكهنوتية والسياسية والاجتماعية والتاريخية، على أنه كراهية اليهود، جودن هاز يعني بالألمانية. وأصبح هذا المصطلح شائعاً منذ ذلك الحين، وبالرغم من انتماء العرب والآشوريين وغيرهم إلى ما يسمون الساميين، حقيقة هم الثموديين وليس الساميين، إلا أنهم لا يصنف معاداتهم أو اضطهاد العرب أو الآشوريين أو أي من الجنس الثمودي القديم، لا يصنف أنه معاداة للسامية. بمعنى آخر، السامية فصلت بني إسرائيل أو اليهود عن الثموديين. الثمودية بقيت كما هي، وسموها سامية فقط يعني ليس للصحيح. ولذلك فمن يقول أنه ضد السامية هو شكل من أشكال العنصرية، وجذر السامي يعطي انطباعا كاذبا بأن معاداة السامية موجهة ضد جميع الشعوب التي تنتمي للأعراق السامية. ما في أعراق سامية، في عندك العرق الثمودي العربي. يعني ظريتي تقول، ظريتي واجتهادي ونتيجة دراساتي، العرق الثمودي العربي، ثمودين الذين نزل فيهم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، ونزل فيهم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مرتين، ونزل فيهم لوط عليه الصلاة والسلام، ونزل فيهم أيوب، ونزل فيهم طبعا بأسماء مختلفة، يعني آدوميين، موابيين، قوم لوط إلى آخره، ونزل في يعني هؤلاء، هذول هم الثموديين. وبالتالي يعني يجب أن نفرق ما بين ما يسمى بالسامية وهو مصطلح حديث، ما بين يسمى بالثمودية وهو مصطلح عربي وتاريخي. الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم السامية ولا سامية، لكنه ذكر في القرآن الكريم ثمود. الله جل وعلا قال: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه في سورة الشمس. في سورة الفجر أيضا يقول: والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذن في سورة الفجر، إذن ثمود مذكورة في القرآن الكريم. ثمود قوم وصلوا إلى حضارة عالية جدا، حضارة مكتوبة موجودة على الصخور. والذي يتابع برنامج على خط العرب للأستاذ الدكتور عيد اليحيى جزاه الله خير يجد تفاصيل هامة جدا عن حضارة ثمود، تحت مسميات مختلفة طبعا، مسميات المدائن الصالح، مسميات ديدان، مسميات الأنباط، كل هذه ثمود. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.